السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 حبايبي في الله. نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، ونخش ونكمل سلسلة تحويش الخزين في رمضان. ايوه، عشان نسهل على نفسينا الايام اللي جاية ان شاء الله. قبل ما نخش الفيديو، ندعي لاخواتنا الفلسطينيين واهل غزة ان ربنا يجبرهم جبرا كبيرا يا رب من عندك. يا رب يا رب، انت اللي مطلع وشايف الظالم والمظلوم. يا رب تكفس الارض بالظالم يا رب، وتنصف المظلوم، تنصف المظلوم يا رب في كل مكان، في كل مكان يا رب تنصف المظلوم يا رب. يا رب يا رب، انت مطلع وشايف الاطفال اللي عماله تموت، الطفل بيرتعش من الخوف. انت ابنك او ابني لو اتخض كده من اي حاجه، بنقول يا لهوي ابننا اتخض، من الاطفال اللي هناك تقطع القلب، تقطع مش عارفه. الواحد والله العظيم مالي نفسي يعمل اي حاجه في الدنيا، مش تصوير بس. الواحد بينام بيحلم بيهم والله العظيم. انا كل ما اخش على اي موقع من المواقع نفسي بتسد وبخرج، لازم اخرج معيطه والله العظيم، لازم اخرج معيطه. وعياط مش من العين، لا، عياط اللي من العين ده بيبقى سهل جدا، سهل جدا. الممثلين بيعيطوا، لكن في عياط بيطلع من القلب. عارفين العياط اللي بيطلع من القلب ده بيوجع، بيوجع قوي. يا رب يا رب يا رب يا رب، انصفهم يا رب، انصفهم يا رب يا رب، انصفهم وانصف كل مظلوم في الدنيا يا رب. يا رب يا رب، انت اللي مطلع وشايف الظالم والمظلوم يا رب. يا رب ربنا رحيم بيكم يا رب، ربنا رحيم بالاطفال اللي بتموت، ورحيم بالامهات اللي بتتعذب. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كل اللي يشوف الفيديو ده يدعي لهم يا جماعه، يدعي لهم. انا عارفه ان انتوا بتدعوا من غير ما انا اقول يعني، بس لا اله الا الله. طبعا لازم نكمل الفيديوهات، ولازم اصور عشان ريتش القناه ما يقعش. كل اللي عنده قناه عارف الموضوع دوت. الواحد ولا ليه نفسي ياكل ولا يشرب ولا يعمل اي حاجه، لو فتحونا في الكلام انا مش هسكت. بس للاسف احنا متحجبين من الموضوع ده ان احنا ما نتكلمش فيه. هفتح الباب واجي لكم كده. فتحنا الباب ورجعنا تاني، هنكمل ايه ونخش بقى على الفيديو بتاعنا بقى. وان شاء الله باذن الله ربنا هيزيع الغمه دي باذن الله، عاجل ليس اجل. طبعا الشهر اللي فات انا وريتكم انا حوشت ايه. بدانا بحاجات بسيطه جدا جدا جدا، نركب فانوسنا كده ونجيب الطبق بتاعنا، ما عنديش كرتونه، فجبت الطبق دوت. الطبق ده زي الفل. بدانا المره اللي فاتت بكيس سكر وكيس ملح وباكوشي، بحاجات بسيطه. اتبقت معايا 100 جنيه، جبت الحاجات دي، بس هي اقل من 100 جنيه يعني، 30 وده 48 وده جنيه، يعني اقل من 100 جنيه. دول ساعتها اللي اتبقوا معايا من السوبر ماركت وانا راجعه. فروحت ايه امبارح ارجع بال 100 جنيه اللي اتبقت معايا. لا يمكن، لا يمكن ارجع بال 100 جنيه اللي اتبقت معايا. جبتي ايه يا نور؟ جبتي ايه يا نصحه؟ جبت ب 10 جنيه. ايوه، ابدأي ب 10 جنيه، ابدأي بجنيه. جبت ب 10 جنيه كمون. طبعا هنعوز كمون في رمضان. اي نعم، ال 10 جنيه دول مش هيكفوا، بس هيمشوكي اسبوع على الاقل حلوين. وب 10 جنيه فلفل اسود برضه هيمشيني اسبوع لو طحنتهم، لو حطيتي عليهم ملح هيمشوكي اكتر. ايوه، احنا لازم نوفر على قد ما نقدر. لما اروح تاني هجيب تاني ب 10 وب 10 هيمشوني الشهر. حلو قوي. جبت ايه؟ عندي بيكنج باودر، مش محتاجه الشهر ده بيكنج باودر. طبعا قللنا الكيكات وقللنا الحاجات دي عشان البيض طبعا. فجبت ايه؟ 2 بيكنج باودر. البيكنج باودر ده طبعا بتعزيه في رمضان وبتعزيه برده في خبيز العيد. فانا بجيب اصلا من قبل اي حاجه في حياتي الطبيعيه، بجيب خبيز العيد مع خزين رمضان من قبل رمضان. ليه؟ لان انا عندي شغل ومش فاضي اطلع في رمضان ان انا اجيب خبيز العيد. يعني بجيب البيكنج باودر والفانيليا، بجيب الدقيق، بجيب سمنتي، بجيب ايه تاني يعني، اي حاجه تخص الخبيز. ما بقفش غير على ريحه الكحك والحاجات البسيطه، بكتبها في الورق يجيبوها لي من عند العطار، لان انا ما بقاش فاضيه ان انا اطلع اجيب الحاجه. انا بخلص حاجتي من زمان
أوي أخلص أجيب خزين رمضان مع خبيز العيد. بس دلوقتي الدنيا اختلفت، فهيبقى عبء كبير أوي علينا، فاحنا ايه نجيب واحدة واحدة على الهادي يا زبادي، ونمشيها حاجة حاجة. طبعا جبنا كيس الملح أبو جنيه برضو، بقوا كيسين ملح أهو. الطبق بتاعنا اتملى ولا لأ؟ أهو جبت كيس سكر برضو أبو خليل، نزل عليه عرض على فكرة الشهر ده ب 27 جنيه، ليكي كيسين بس الشهر ده تخيلوا. بس احنا بنجيب من حتت تانية طبعا، كيسين بس مش هيكفونا. جبت كيسين، خدت لي كيس للبيت مع اللي في البيت، وخدت كيسين ب 55. ليه حاسبين لك الكيس الشنطة بجنيه؟ ليه معرفش، من نفس السوبر ماركت لانه بيدونا الشنط ببلاش، بس مش عارفة ليه كده. جبت كيس المكرونة ده برضو، هتقولي طبعا تعملي مكرونة بشاميل على الأقل، يعني هتعمليها مرتين في الشهر، لو مرة لعيالك ومرة مثلا مع عزمة حد، فهتعوزي مثلا على قد ما بتعزمي مثلا هتعملي كيلو وتعملي 2 كيلو، فهتكوني خلصتي من بند. لو جبت كيلو تاني، انا بالنسبة لي لو جبت كيلو تاني يبقى انا خلصت من بند ايه المكرونة البشاميل. كويس. عسل كلوكوز، عسل كلوكوز طبعا هنعوزه، والبرطمان ده حلو قوي بيقعد مده طويله اصلا، هتعوزيه طبعا في الشربات بتاع او السيرب، الشربات او السيرب على حسب كل بلد بتسمي ايه. جبت البرطمانه دي. طب انا لو كنت رجعت دلوقتي بال 100 جنيه كويس، ده اتبقوا معايا 100 جنيه جبت الحاجات دي، لو اتبقوا معايا ال 100 جنيه ورجعت بيها، كان عيالي مثلا ماما معاكي 100 جنيه فكه؟ اه، ال 100 جنيه بقت فكه زي ال 10 جنيه دلوقتي. اتفضل يا حبيبي، اتفضل يا حبيبتي، كنت هديها لهم. طب انا كسبت ايه بقى؟ لا روحوا خدوا من ابوكم، وانا ايه جبت الحاجات دي استفدت الحاجات دي. عشان كده انا بالنسبه لي الحاجات دي ايه بتفيدني اكتر من الفلوس، الحاجه في البيت احسن. ولو معايا حتى في حياتي الطبيعيه من غير خزين رمضان، لو معايا الفلوس ومحتاجه كيس ملح هجيبه منين؟ طبعا احنا هنا حياتنا مختلفة غير يعني مناطق كتير، معرفش في ناس زيي ولا لا. يعني انا ممكن بتاع الخضار يعدي في الشارع واكون محتاجة طماطم ما اطلعش اجيب، والله العظيم ما بطلع اجيب، لان ما عندناش هنا حد بيطلع فاهمين، معرفش حتى بتوع الخضار قليلين جدا لما يعدوا، معرفش يعني احنا بس اللي كده ولا ايه. فالمهم ايه، انا عندي كيس الملح ده موجود في بيتي احسن ما يكون معايا الجنيه موجود في بيتي. ليه؟ لو احتجت ملح مني هيروح يجيب لي، عيالي مش قاعدين في شغلهم، انا مستحيل ان انا اطلع اجيب لي كيس ملح ولا اطلع اجيب لي كيس مكرونه، لا مش ما تعودتش على كده من ايام بيت ابويا، ما تعودتش ان انا انزل السوبر ماركت لو عوزت حاجه او اجيب اي حاجه، لا ده تعود اصلي. فانا اجيب حاجتي في بيتي، انا بحب اجيب حاجتي بالشهر. على فكره الملح انا بجيبه بالشوال، دي بتبقى شكاره كده بتقعد معايا كذا شهر، بس انا بجيب افكار يعني للناس اللي هي ما بتقدرش تجيب الشكاره او كده، فبجنيه الجنيه هتبداي بجنيه هينفعك. شفتوا بقى، صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك. ساعات يعني ايه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اجمعين، ساعات الكلام بيهرب من دماغي على فكره ومن لساني بسمي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام عشان اجمع، اعرف اجمع تاني. شفتوا بقى، ادي ايه فكره ايه التفريزات بتاعه رمضان قبل رمضان. رمضان ان شاء الله باذن الله 11/3، يعني السحور هيبقى 10/3، يعني قدامكم احنا في 10، يعني قدامكم قولي 10 خلاص، يعني احنا في التشطيبات 11 و12 و1 و2 و3، يعني 4 شهور، قولي فاضل 4 شهور، او لو حسبناهم بالظبط هيبقى 5 شهور. ال5 شهور هتقدري تعملي دوت واكتر من دوت كمان. دي طبعا هحطها فين؟ هحطها تحت السرير، دلوقتي الجو هدى وطبعا طفينا التكييفات خلاص، تقدري تحطيها في اي حته، بس ما بحطهاش في المطبخ خالص لان حاجات مش هستعملها، فبحطها بعيد من ايدي، تكون ايه حته بعيده في الركن البعيد الهادي عشان ايه ايدي ما تروحش ناحيتها. احتجت كيس ملح هاخده ليه لا، احتجت كيس سكر اخده ليه لا، احتجت مكرونه فلفل ملح اكني بستلف من جارتي وارجعه لها تاني، ايه المشكله يعني؟ بس احنا ما بنستلفش من الجيران، احنا بنستلف من بعضنا في العماره، يعني ما فيش حد غريب في العماره.
بس بنستلف ما بنرجعش، لا احنا اللي ناخد من بعضينا ما بنرجعش. بس هنا هرجع بقى، هنا لا مش هرجع، يعني الحاجة اللي خدتها هرجعها، ما تفهمونيش صح. ربنا يكبر خاطركم يا رب، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، احلى اخوات في الدنيا. ربنا يكبر خاطركم زي ما بتكبروا خاطري بكومنت حلو زيكم، واشوفكم بخير وعلى خير ان شاء الله، ويا رب تكون الفيديوهات بتاعتي عجبتكم.